السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الفيديو غادي نخدمو باترون ديال بينوار الحمام ديال وليدات صغار ديال عام عامين. كنحتاجو هذه المسطرة المدرجة مصغرة باش نخدمو الباترون ديالنا ويبان واضح في الشرح. أول حاجة كناخدو القياسات، كناخدو الكتاف. أنا عندي 26 قسمتها على جوج عطاتني 13. الصدر كناخدو دورة الصدر كاملة وكنقسموها على 4 وكنزيدو لها جوج أو 3 على حسب العرض اللي بغينا. كذلك الحزام كناخدو الدورة كاملة وكنقسموها، كذلك الحوض كناخدو الطول اللي بغينا، طول الكم ودورة الكم. دورة الكم وخلاص كنقسموها على جوج. كنعتبرو هاد الورقة هي التوب الفوطة اللي عندنا، متر ونص. فهاد القياس انا كنحتاج متر ديال الثوب. كنطوي الثوب على 4، كنخلي واحد جوج حتى 3 سنتيم خارجه اللي غنلصقوا فيها البيي. كنجيو كنبداو العبار من الجهه المحلوله اللي فيها ظهر وجهتين مفتوحه. كنحطوا المقاس ديال الكتف 13 سنتيم، كندخلو بخمسة سنتيم وكنهبطو بجوج ديال تقويرات العنق. من الكتف كنهبطو بجوج، من الكتف كناخدو طول الحزام. انا درت 26 وهديك المسافة كنقسمو على جوج ونزيدو لها جوج، او كتشدو طول ديال الصدر ديال الطفل ديالكم. كما شفتوا درت الخط ديال الصدر ودرت خط الحزام. الصدر عندي المقاس ديالو 18 والحزام عندي 17. في الكتف كنزل انا البينوار ديال هاد الموديل، هذا كتفو طايحين. نزلت بعشرة سنتيم من الكتف، كرسم واحد الخط افقي. العرض ديال التركيز درت فيه انا 12 سنتيم على حسب الوسوعيه انت اللي بغيتي. من بعد كنلاقي دوك النقاط، كناخذ الطول ديال البينوار عندي انا 60 سنتيم. العرض كندير فيه 22 سنتيم، بغيتي يجي عريض شويه زيدي ديري 26. وكنلاقي النقاط بهذه الطريقه. الا كانت البنيه يمكننا نخليوها هكا ايفازي، ولا الا بغيتي ديريه ضغوه تديريه. والا كان الطفل ولد كنزلوه ضغوه نيشان من الصدر بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. والا كانت بنيه يمكن لك تخليه ايفازي، كيجي زوين، كيجي بحال شي كسوه. انا في هذا الموديل غادي ننزلو نيشان كما كتشوفوا معايا. وندوزو نقطعو الموديل ديالنا، يعني نفس الطريقه كنديروها على الثوب. هذه الطريقه كيكون الشرح واضح. وكنحصلوا على خلف وقطعتين ديال الامام. كندوزو نديرو تقويرات الامام ديال العنق الامام. كنزل بواحد 5 سنتيم، خمسة او ستة. كما كتشوفوا كيجي بهذه الطريقه نازل نيشان. غادي ندوزو نفصلو الكمام اللي بقاو لينا. اول حاجه كنشدو القياس ديال
تركيز ديك المسافة هي اللي كنحطو تما 12 سنتيم الطول ديال الطول ديال الكم كانت عندنا 30 سنتيم كنقصو من هذيك 10 سنتيم اللي نزلنا من الكتف يعني كتبقى لنا 20 سنتيم بالكم 20 سنتيم زائد 10 سنتيم اللي نزلنا من الكتاف كتبقى لنا هي ديك كنمشيو كنديرو دورات الكم دورات الكم كتقسموها على جوج الوسوعيه اللي بغيتو نتوما في الكم بغيتوه واسع بزاف بغيتوه مجموع لكم الاختيار ودائما كنخليو سنتيم ديال الخياطه حتى الخياطه ديالو كتكون ساهله كنلاقيو الكتاف وكنلصقو الكمام هذاك الطرف غادي نخرجو منه الجياب وهذا المرسو هذا غادي نفصلو منه القب هذا الموضي هذا القب ديالو مثلث واللي بغى يدير على شكل كابيشون هكا مقوس له الاختيار انا هذا الموضي هذا غادي ندير له قب مثلث اول حاجه كنديرو الطول ديال القب فيه 30 سنتيم والعرض ديالو من الجهه المسدوده درت 20 سنتيم كنرسم واحد المستطيل على هذا الشكل اللي الطول ديالو 30 والعرض ديالو 20 من بعد كنمشي كنشوف تنحسب الدوره ديال عنق الخلف زائد عنق الامام واللي خرج ليا كنحطو تما كما كتشوفوا وكندير واحد السطر مائل لهذيك النقطه اللي انا حصلت عليها من بعد كنطلع بواحد 8 سنتيم وكنزل بواحد الخط اللي كنقسمو على جوج وكنطلع بواحد سنتيم وكنهبط بنص سنتيم وكيعطينا هذا الشكل هذا اللي بغات تغلف القب ديال البينوار انا غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي فصلت على الثوب مباشره من بعد كندوزو نخدم الجيب الجيب كتشدو الطول ديالو على حسب اليد ديال الطفل ديالكم والعرض درت 10 سنتيم الحزام ديال البينوار حزام البينوار كنعبروا الدوره ديال الحزام ديال الطفل ديالنا مضروب في جوج كيعطينا حزام البينوار يعني كافي دوره الحزام كنضربوها في جوج يعني هذا هو الشكل المحصل عليه يمكن لك تغلفي القوب تزيدي فيه ابداعات اخرى اللي بغيتي نتيا وكنتمنى تكونوا فهمتوا الفيديو ونال الاعجاب ديالكم يعني طريقه سهله تبعي الخطوات كانك كتفصلي على الثوب مباشره ونتمنى يعجبكم الفيديو والى فيديو اخر ان شاء الله